محمد علم الشريعة فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إلهي، إن كنت قد عصيتك يوما من الأيام فقد سولت لي نفسي واستهوتني الشياطين، وها أنا قد جئت إليك معترفا ومقرا بذنبي. وإن كنت قد عصيتك فقد تمسكت بحبلك المتين، وهي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وها أنا قد جئت إليك معترفا ومقرا بالذنوب، فإن أغلق الباب في وجهي فأي باب غير بابك أقرع يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي أناجيك فأقول: يا رب لقد أغلقت أمامي جميع الأبواب، وانفض الأهل والأحباب، وإذا بالوحشة ويوم الحساب. فالتفت عن يساري فوجدت هما، ثم التفت عن يميني فوجدت الصراط. أسألك يا أرحم الراحمين ألا تتركني في هذه الدنيا وحيدا فريدا، فلئن تركتني فليس لي من بعدك أحباب. غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله، وقابل التوب لمن عاد إلى مولاه، شديد العقاب لمن عاصاه، غافر الذنب فضلا وقابل التوب وعدا، شديد العقاب عدلا، إليه المصير فردا. أصلي وأسلم على صفوة الأنبياء الذي سئل من أبي بكر الصديق: يا رسول الله، طفت في مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد أدب منك، فمن الذي أدبك ومن الذي علمك؟ فاعترف بفضل ربه عليه فقال: وأدبني ربي فأحسن تأديبي. وعلمه ربه فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أيها الإخوة المؤمنون مشاركين العزاء لعموم قبيلة العبدة بجمهورية مصر العربية، وخاصة عائلة آل العوامرة، ومشاركين العزاء للأسرة الكريمة، وخاصة أخي الحبيب الحاج السيد محمد عامر، والحاج سليمان محمد عامر، والحاج سالم محمد عامر، والحاج زيدان محمد عامر، في ليلة الخميس الكبير للأم الراحلة المربية الفاضلة والجدة الكريمة، والتي أسأل ربي جل وعلا أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لذا الطائر الذي لا يطير لا يستحق أن تكون له أجنحة، والقارئ الذي لا يؤدي لا يستحق أن يجلس على هذه المنصة. وأنا لا أملك الآن إلا أن أقول لقارئنا الكريم في هذه الليلة الشيخ أحمد عوض أبو فيوض قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي: بحثت في قاموس فكري وفي نجمات عقلي عن كلمة واحدة أعبر بها عن قارئنا الجميل في هذه الليلة، فلم أجد في معجم ذاكرتي إلا قول القائل: يا محرقا بالنار وجه محبه مهلا فإن مدامعي تطفيه، أحرق بها كبدي وكل جوارحي، واحرس على قلبي فإن آل فيوض فيه.
القارئ الشيخ أحمد، القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وقارئ الملوك والرؤساء، وقارئ مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، ونقيب قراء محافظة كفر الشيخ، ندعوه الآن إلى منصة التلاوة ليعطر الأجواء والمكان بجمال صوته ودقة آدائه وروعة تلاوته. أعوذ بالله من الشيطان ويبشر المؤمنين
فمحونا آية
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان ونخرج له يوم القيامة كتابا
ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليك ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرنا مصر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا
عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لك سعيها وهو مؤمن كلاً نمد وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض
على بعد. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وللآخرة أكبر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين وقضى ربك وبالوالدين
أحدهما أو كلاهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أحدهما أم كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل كما ربياني صغيرا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما One.
صدق الله العظيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولذلك بعدما تموت الأم وبعد خروج الروح إلى خالقها جل وعلا ينادي مناد من قبل الرحمن قائلا لأبنائها جميعا يا ابن آدم ماتت التي كنا نكرمك لأجلها فاعمل صالحا نكرمك لأجله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام تعطر المكان وتعطرت الأجواء وتعطرت الآذان وحلقت الطيور في عنان السماء بل واقشعرت الأبدان على هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة والتي عطر بها هذا المكان القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي ونقيب قراء محافظة كفر الشيخ. لذا يتقدم كل السادة أصحاب الأدب الحاج السيد محمد عامر والحاج سليمان محمد عامر والحاج سالم محمد عامر والحاج زيدان محمد عامر بخالص الشكر والتقدير لكل من واساهم في ليلة الخميس الكبير لأمنا الغالية فقيدة قبيلة العبدة بجمهورية مصر العربية وعائلة العوامرة بجنوب بورسعيد.